الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه وصلى الله وسلم على ولا آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحديثنا إن شاء الله سيدور حول فضل تلاوة القرآن الكريم وأنواعها أمبارح على وطالة نولاك على بركة الله أمينك ما منك ولي قرآن كران وفسا بانديا سنغارولا أني قرآن كران جيلا لا قرآن كران فسا بانديا أني قرآن إبرا قرآن كران سويا فلاليري سويا فلامي أمينك ما وكا أنواع تلاوة القرآن سويا فلامي أمينك ما وكا أبريميا من فني تلاوة كتاب الله على نوعين تلاوة حكمية وهي التصديق تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه نفلا نقول قرآن كرام أي سويا فلالي كلا وهي من فني ولي كا قرانا كران كا كيتيلون كا فو علالا على كما كانتي كا ولون كا باي كو على وتالا كا على كما كام فنور كا فو كو تيي ولا كو وي تيي لدي ان فناني على نا كيتي من فلا كا و باركه بو كلام نلا على ني جمال منا كا و بك على ني غنا مما كا وتوي وي كليني أسوية فلانا منفني تلاوة لفظية وهي قراءته كقرآن كران إذا يكون يفعلان يقوم يفعل الحمد لله رب العالمين أو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ولتوقع قراءة تلاوة لفظية أمنكما ولكتي كوفي أمنكما تلاوة حكمية من أكما وكا كو حيا سياما لناني قرانا كونو مناني وفسا باندياري مناني كابو نيكا قرانا كران يكوتا فسا بانديا من سرانا إما في سورة إما نيكا سورة كلين كران يكوتا برايش جاتي من سرانا كاوفا ولا حيا حديثا سيما لنا نوري كما سرون أرأينا حديثا كنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه كو ألم من دو برو في سبان دي أبرو هرما ميا هرفا كابو ميا هرفا كابو كاتي أبرا جنيا هرفا هم من أقرانا لنا كقرانا كرا كدرسي ani kabaka molla lonala abanuga lona amada umade akabai kwa kamolu kran ko kurana krana ufunoni wosuya flaleri do kurana krana kurana nuoya nama kurana nuoya nama wa afla wala mako almahir bil qur'an ما سفرت الكرام البررة من أبراكو أنا كرنا إلى جو إبدي يعني ناس لا يرد ما إلى بني جيب أبو ناس لا كتير دوما إفاسو لو بيجي ريكا و كرنا كرنا ومو سلاولو كو يملك اللبلو ملك بالو مي تدرك أبو الله تعالى يرولا ونولي أنيما يكون أكرنا وهو يتتعتع فيه
وزنا أي أتسرك أنا بربر أقبل أنا وهو عليه شق شاق أكبر أما أتسافر لكانيا له أجران كسرف لا لوني وهي سرف لا لتلا كما سوى أيا كرام من غلاب لابه وسرطا أيا أقبل أقبل يا من غلاب مودي كهان فا أجر فرسلا فا بكرام وبرا يفنم بس باكم إيه أما تسلم على برا يب كرنا نيكا حرف كلين غرا برا يتان كم يفا ألف لام ميم إبرا برا يبي سبع سرو كم أنا نهديس أكون نعم ماكس النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة كم وفي فينك أقولنا حرف كلين غرام إبرا يما كليزون والحسنة والحسنة بعشر أمثالها نيكا كون ما كلينغ براي تامبديما ما لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم الحرف دونك ندافلا ديكا فوكو ألف لام ميم كو حرف كلينيري يكوتو ألف ميم ولا وي حرف حسنة لام حسنة ميم حسنة وراكا براكا براي بيسبا براي ما كلين كلين بي ببراي بيسبا سرولا يلا من دي على كلانغا مول كوانا كران نو يعني مؤمن ما سوني تيلي كوسا الله تعالى وانصر براي بامينا كيامالونا سيني اي مؤمن كران كران ني كما فله كران سوره البقره مو مي ني كاو كران براي جي لي ني اي امد مسلم الله تعالى كاهر سمانغاني ما والله دنيا دنيا برا غليا ما مودو ينو تكرا نكرا اي تي كارو كون سويا كلي هيا تاك سويا كلي كافو كاتا تسي لا كرا نتا لا كيسيا كا ان لا يدا حديثا كون كوم مي كرا نكرا نكالانيا وني ملك ما سفرت وي ملك سومي بولو ولين الكرام البررة كم هو مفنو كرانا كرانا وهو يتتعطى فيه وهو عليه الشاق كبرى إفلالاني إيه إيه تفلا بتوزع كفا إيه كرانا أقول يا نما لدى نتنسى كرانا إيه أبلا فنينا كوني مومي أكرانا أقول يا نما كوي برى إتاتمين برى إفلا برى إكلا ندى برى إفلا ولي سبليكم أقول يا منغا يجير فرسنين لأولا كران وبرى إسبتوكم إن شاء الله تعالى في الحديث الآخر سنتناول النوع الثاني وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.